بسم الله توكل على الله. مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. وكما كتعرفوا مشاهدينا أجواء هذا الصباح يوم الحد كلشي ناعس، كلشي بعد البرد المعطى والنعاس، ونرصدوا لكم أجواء العاصمة الاقتصادية في الدار البيضاء هذا اليوم. كما كيقولوا اليوم الحد ما كاين حد، لا كاين، كاين مباراة الوداد الرياضي أمام المغرب التطواني. الرجاء الرياضي فوز مهم على مولودية وجدة الأمس وثلاث نقاط والصدارة، وفوز ببطولة الخريف. كيتسناو مباراة اليوم بين الجيش الملكي والفتح الرباطي في ديربي الرباط. رجاء الرياضي انتصار، انتصار مهم، ثلاث نقاط مهمة، فرحة الرئيس، فرحة المدرب، فرحة الطاقم التقني الرجاويون. رجاء الرياضي كما كتشاهدوا هذا الموسم كيحاول يمشي بواحد القوة في الترتيب. ثلاث نقاط، هدف صابر بوغرين، هدف كما كنشوفوه هدف رائع. مابقيناش كنشوف بحال الاهداف في البطولة الوطنية، ولينا عفوا كنشوفوها بحال هاد الاهداف في البطولة الوطنية. هدف رائع ديال اللاعب صابر بوغرين، هدف الثاني ديال مهدي موهوب، مهدي موهوب الرجاوي، الرجاء بقيادة المدرب زين باور غاديين بواحد خطة ثابتة، غاديين بانتصارات، غاديين يحاولون انهم اللقب الرجاوي كما كنقول. الرجاء ديال ذاك العام ماشي هي ديال العام، قوة في الهجوم. الرجاوية ولات ديك التيكي تاكا الرجاوية اللي كنشوفوها. الوداد الرياضي، الوداد الرياضي اليوم يجب الانتصار، يجب الخروج من ذوك النتائج السلبية، يجب دخول النتائج الإيجابية. الوداد الرياضي اليوم أمام المغرب التطواني، أمام الحمامة البيضاء كما كيقولوا، حمامة البيضاء تطوان. تطوان هذا الموسم غدا بواحد القوة، كتلعب كرة، كتحاول أنها تقدم نتائج إيجابية. الوداد الرياضي اليوم انتصار، ثلاث نقاط لمصالحة مع الجمهور. الوداد الرياضي لاعبين، عدة لاعبين اللي قدروا أنها تمشي مزيان في البطولة، ومازال البطولة كنقولوا قوية، مازال إلا جبنا مثلا الوداد، إلا جبتوا ثلاث نقاط الفريق دابا ولات ثلاث نقاط مهمة. الوداد الرياضي جاب ثلاث نقاط وبقاو يجيبوا ثلاث نقاط قدروا الصدارة. الوداد الرياضي كنشوفوا الوداد الرياضي، الرجاء الرياضي، الجيش الملكي، فرق اللي هما كبيرة، اللي هما كيحاولوا أنهم يمشيو مزيان في البطولة الوطنية. إذا المشاهدين قناة شوف تيفي، قول لنا واش نتوما تشجعوا الرجاء الرياضي، واش اللي ودادي يقول ودادي، اللي قال رجاوي يقول رجاوي. فين غتفرجوا في الماتش ديال الوداد الرياضي الأمس أمام عفوا اليوم أمام المغرب التطواني والرجاويين؟ فين تفرجتوا في مباراة الرجاء الرياضي الأمس أمام مولودية وجدة؟ الرجاء الرياضي في الصدارة 33 نقطة، بانتظار مباراة الجيش الملكي اليوم أمام الفتح الرباطي. هل الفتح الرباطي سيفرح كما كنقول يفرحوا الرجاويون؟ كنعرفوا السلامي تبارك الله يجب الانتصار. السلامي المدربين اللي كيبغى يربح، كيبغى يربح الماتشات الكبرى، ماتش قوي اليوم. الرجاء الرياضي عفوا الوداد الرياضي امام المغرب التطواني. مولودية وجدة خسرت امس امام الرجاء الرياضي. هل الفوز البنزرتي سيفوز هذه المباراة؟ هل الوداد الرياضي، الوداد الرياضي شاهدنا عندها لاعبين، عندها ونجم كاين زهير المطرزي، كاين مجموعة من اللاعبين اللي قدروا يحققوا نتائج إيجابية. صراحة الوداد الرياضي قدروا يحققوا نتائج إيجابية، والبطولة الوطنية غدا واحد الريتم عالي. فوز الرجاء اليوم الوداد، نتمنوا خير وبتوفيق لاسود اطلس المنتخب الوطني المغربي اللي نتمنوا يشرفونا في الكوت ديفوار، ولما لا الفوز بكاس افريقيا، وتكون واحد الفرحه عامه. واذا المشاهدين قناه شوف تي في ما سخيناش بكم، مازال تواصل لايفياتنا هذا اليوم، نتلاقاو في لايف جديد، موضوع جديد، الى اللقاء.